سؤال، أعمل إيه عندما أشعر بالوحدة؟ ده الوحدة دي أصعب إحساس في الدنيا، تصوره يعني أصعب من إن واحد مثلا إيديه عظم انكسر، يعني إن الواحد يحس بالوحدة. وعلى فكرة إحساس الوحدة مش إن يعني قاعد في حتة لوحدي، يعني لا، الوحدة ممكن يبقى حواليا ناس بس أنا حاسس إني لوحدي، إحساس مؤلم جدا. يعني ممكن يبقى واحد قاعد في وسط عيلة فيها 10 أنفار ومدرسة فيها 5000 تلميذ إنما حاسس بالوحدة. بس أنا هسألك أنت ليه حاسس بالوحدة؟ وليه سايب نفسك للوحدة يعني؟ ده أنت لو بس خدت موقف واحد وهيئة واحدة اسمها التربية الكنسية، الكنيسة بتاعتك، احنا بنسميها مجتمع، وأنا بقول عليه ده مجتمع علاجي كمان مش مجتمع بس. يعني قاعدة زي كده بنغير مفاهيمنا، عندنا احنا في الطب النفسي بنعتبر دي جلسة علاجية ليا وليكو، بنتطور فيها يعني بنغير أفكارنا، بنزداد نضج وتطور. طب فين حبايبك هنا والكنيسة؟ فين الخادم بتاعك؟ في تليفونات دلوقتي، ده تقريبا كل 5 6 واحد منهم معاه تليفون، يعني مش كده؟ ده غير التليفون في البيت، غير التليفونات في الشارع. طب فين تليفون الخدام بتوعك؟ فين اب اعترافك؟ وليه ما تنفتحش على زمايلك في المدرسة؟ خايف منهم ليه وكاشش منهم ليه؟ لا، حب الناس، حب الناس عشان الناس هتحبك، ما تخافش من الناس، الناس تتحاشاك. وما تقعدش تقول اصل هم، لا، ابتدي اصل انا. اصل احنا دايما نجيب اللوم على الناس وعلى الظروف وعلى الزمن وما بلومش نفسي، لا، ما يمكن انا اللي مقصر، ما يمكن انا اللي منسحب مش عاوز اخش في وسط الناس، لا، ادخلوا في وسط الناس. ابتدي اتكلم فيها مع اب اعترافك وهو هيشاور لك بالطريقه اللي تناسبك انت. ابتدي اتكلم الخادم بتاع فصلك، قول له نفسي تيجوا تزوروني، لما تيجوا تطلعوا رحله من فضلك قول لي عشان عايز اطلع معاكم، وانسى خالص حكايه تبقى لوحدك دي. ان شاء الله تبقى الامور كويسه. بعد اذنك، في حته صغيره، ساعات الوحده او العزله، احساس بالعزله زي ما قال الدكتور بيكتب، مش نابع لانك لوحدك، يكون نتيجه حاجات صراعات جواك انت، وغالبا بيبقى وراها خطيه. يعني تيجي مثلا اللي افكاره شريره او عنده عادات شريره، عاده بيقع في احساس بالوحده ويبقى متضايق ومخنوق، مع ان حواليه ناس كويسه وطيبه ويمكن اهله كويسين وكنيسه حلوه واصحاب، بس عنده الشعور ده خانقه ومضايق. عشان كده من بعض يعني شايف اضيف على الدكتور بيكتور بعد اذنك، انه ممكن التوبه والاعتراف يكون هو كسر الوحده، لان الخطيه تعزلك وتسجنك لوحدك، انما اول ما تتوب انت بتفتح باب السجن ده وتطلع للحريه، فتحس بسعاده وبهجه. عظيم زي ابن الضال. ايوه زي ابن الضال. كمان عايز اقول لكم حاجه، ان بعض الناس بتعالج الوحده بطريقه خطا، انه مثلا لانه حاسس بوحده يقعد على الكمبيوتر 10 ساعات. هو على فكره بيقفل على نفسه اكتر وبيخنق نفسه اكتر، وبعد شويه ممكن يتعالج عند الدكتور بيكتور، لانه الحته دي مش هي العلاج. بالعكس، روح العب رياضه، ادخل نشاط في الكنيسه، اتكلم مع اصحابك، اشترك مع عيلتك في اي نشاط ومجامله، انما انت بتعالج الوحده ان انت بتملى وقت الفراغ، انك قاعد لوحدك مع جهاز وعمال يديلك الله اعلم يديلك ايه، كل دي مغامره مش مظبوطه. فاحيانا علاج الوحده يكون محتاج توبه وانطلاق واحصار من الاجهزه اللي ممكن تضيف للوحده